عايز اقول لحضراتكم قبل بس ما اروح، في موظف محترم بيعول 4 ابناء عمل عملية زرع كلى وعليه توفير ادوية العلاج ما بعد العملية، ما بعد عملية الزرع. الراجل ده الحقيقة محتاج متبرع لتغطية تكاليف العلاج ما بعد الزرع، وهو 5000 جنيه شهريا. مش عايز اقول لحضراتكم الادوية غالية قد ايه، بالاضافة على انه عنده 4 اطفال بيعولهم، ربنا سبحانه وتعالى كتب له السلامة وعمل عملية زرع كلى. فهذا الرجل محتاج 5000 جنيه لمصاريف العلاج شهريا. انا بعرض تليفونه موجود عندنا ونحن متأكدين من حالته ومن احتياجه لهذا المسألة. انا بدعو اي مشاهد كريم يعني انه عنده القدرة انه يوفر هذا المبلغ شهريا، او ان يعني نحاول نساعد هذا الرجل لاستكمال علاجه ولتربية اولاده، ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسنات حضراتكم. تليفون هذا المريض موجود عندنا، من يرى انه يساعد هذا الرجل ربنا يعني يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناته. الحقيقة أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يشفي فناننا الكبير المحترم الفنان جمال يوسف، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بسرطان البلعوم. الحقيقة يعني صديقه المخرج تامر حمزة هو اللي عمل منشور بيطلب فيه الدعاء له بعد معاناته المرض. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما أبدا. هو فنان محترم ومؤدب. يعني أهلا وسهلا أستاذ جمال يوسف. اهلا بحضرتك استاذ سيد. ازاي حضرتك؟ سلامتك الف سلامه يا فندم. ربنا يخليك استاذ سيد، ربنا يخليك. انا بحب حضرتك، انت راجل جميل. ربنا يكرمك ويشفيك شفاء لا يغادر سقما ابدا يا فندم. وان شاء الله اللي انت عايزه احنا ممكن نعمل ايه استاذ جمال؟ ان احنا نساهم مع حضرتك، نخفف عنك الالام، نساعدك ازاي؟ اللي انت عايزه اطلبه واحنا تحت امرك. انا عايز دعاء الناس. الناس تدعي لي. إيه ده إيه؟ احسن حاجه يا استاذ سيد. الناس كلنا بندعي لك، وانت عارف احنا بنحبك يا فندم. ربنا يخليك يا استاذ سيد. انا دكتور اشرف زكي النقيب. محترم. محترم. يا فندم. ده مش انسان، ده ملاك. انا بحبه دايما اقول له انت نموذج وفخر النقيب النقباء في مصر. الان هو 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 النقابة كلها استاذ سيد، هو بيعمل كل حاجة. طبعا طبعا. الساعة 2 بالليل تكلمه يرد عليك، 3 بالليل يرد عليك. أنا عايز أشكره. فنان محمد صبحي العظيم، أبويا وأستاذي وأخويا وكل حاجة. الله يكرمك، الله يكرمك. والله والفنانين وقفوا جنبي، وفاء عامر ورشوة مصطفى وحنان سليمان ونهال عنبر وعفاف رشاد وإيهاب فهمي. الحمد لله نقابتنا. الله بتقول لي اسماء جميله والله، انتوا اسره جميله. يعني انا بقول لك نقابتنا جميله وعيله، عيله والله. استاذ جمال اعتبرنا واعتبر هذا البرنامج يعني اخوك وسندك، اي حاجه انت عايزها ربما يكون لنا بعض التاثير، انت لا تتردد انك تتصل بينا وستجدنا جنبك في اي وقت من اوقات اليوم ان شاء الله. يعني ربنا يخليك يا استاذ سيد. انا مستور الحمد لله وخلصت علاجي، ومستني اخر الشهر اعمل مسح زرع اشوف السرطان مشي ولا هنقابل وجه كريم. خليك معايا طيب ان شاء الله تبقى زي الفل. معايا الاستاذ الدكتور فؤاد عبد الشهيد استاذ جراحه الاورام. اهلا وسهلا يا دكتور فؤاد. اهلا بحضرتك يا استاذ سيد، اهلا بيك والف سلامه للاستاذ جمال، وان شاء الله ربنا يشفيه ان شاء الله. يعني يعني حضرتك طمنا يا فندم، تلك الحاله هل متكرره؟ علاجها بالنسبه بيقول هيعمل مسحه ذريه، يعني اعطينا فكره عن هذا المرض. هو الاورام البلعوم يا استاذ سيد بتقسم، البلعوم بتقسم لثلاث اجزاء، بلعوم انفي وبلعوم فموي وبلعوم حنجري. على حسب ما بيكتشف علاجه غالبا بيبقى علاج اشعاعي وممكن كيماوي خفيف. لو ما راح بدري بيخف وبينتهي تماما العلاج الاشعاعي تماما. ما اعرفش استاذ جمال اخذ علاج ايه، انا مش عارف. انت خدت علاج ايه يا استاذ جمال؟ انا عندي بلعوم انفي وغدد لمفاويه يا دكتور. انت خدت علاج ايه طيب؟ خدت كيماوي واشعاعي. طيب استنى اتفضل يا دكتور فؤاد. ده صح جدا يا استاذ سيد. علاج البلعوم الانفي بيبقى غالبا علاج كيماوي واشعاعي، وغالبا بيبقى فيه نسبه شفاء عاليه ان شاء الله، وربنا يكمل شفاء على خير ان شاء الله. يا رب يسمع منك يا دكتور فؤاد. على حسب مرحله، لو ما راح له بدري يا استاذ سيد بيخف بنسبه كبيره جدا ان شاء الله. يعني وخاصه ان العلاج اتقدم يا دكتور فؤاد. طبعا عندنا دلوقتي زمان كنا بندي اشعاع بس، لما بندي العلاج الكيماوي مع الاشعاع بيزود فرصه الشفاء بنسبه عاليه جدا جدا دلوقتي. ربنا يطمنك كتير. ربنا يطمنك ويحميك يا دكتور فؤاد ان شاء الله يا رب. اتمنى لك استاذ جمال يوسف
الشفاء ان شاء الله. وزي ما قلت لك نحن نتابع معك حالتك واي شيء احنا تحت امرك. ربنا يخليك يا استاذ سيد، ربنا يخليك. انا كفايه دعواتكم وكفايه ان انا معاك في برنامج النهارده، ربنا يخليك. ربنا يكرمك فندم، ربنا يحميك، اشكرك شكرا جزيلا. الاعلاميه اميره عبد العظيم